يتوسط هذا الجبل وولده الصغير النفود الكبير عليم العطاش، الاسم الشهير لهذا الجبل الشاهد على هلاك العطشة من عابر النفود قديما. سمى عليم العطش لأنه بمثابة علم عليم ووليده، الجبل اللي بجنبه وليده عليم وليده في منطقة خطرة وكان لا يوجد بها مياه سابق. كثير من الناس تاهوا بالمناطق هذه من قوافل على مر التاريخ، تاهوا بالنفود الكبرى وبالمناطق هذه وهلكوا بسبب العطش. صورة الجبل والماء كانت المشهد الأخير في أحلام التائهين والعطشاء بجوار هذا الجبل. تشغيل مورد المياه هذا بدل أحلام العطشاء لحقيقة وأزاح العطش عن مسمى ووصف العليم. العليم يعتبر شكله مثل الأهرامات، موقع فريد وجبل له فرحة عند المسافرين على مر التاريخ. هالحين تجي العليم العطش ما تنقل الماء معك، والفضل لله عز وجل ثم فضل حكومتنا الرشيدة. يقول الشاعر العزي قبل 100 عام: خل العليم يسار والرجم باني، خل العليم يسار والرجم باني، وما لهم في دار جبه معازيب، تلف العقيل يخير مرحبان، يضحك حجاج ويالفت هالمراتيب، ونجر وتولى الليل دندناني، وسوالف يطرب لهن وتعاجيب. يبقى العليم بعطشه ومائه رمزا ومعلما شامخا يستدل به في صحراء النفود. NBC منصور المزهم، العليم.